إذن مختصر المكتوب، الرابطة اللي هي حب اللي بيكون بدون تكلف وتعمل، هذه الرابطة الكاملة، هي سبب الإفادة والاستفادة وتزكية المريد. وأحيانا بيجوز بنفحة واحدة بلحظة واحدة تتزكى نفس المريد كله، تغير أخلاقه خلال فترة بسيطة جدا، أخلاقه وسلوكه كله بيتغير وبيطهر قلبه. بصير لما بيذكر الله بيذكر الله على طهارة قلب، فبصير كل كلمة الله تقرع القلب وبتدخل للقلب، كل لفظ واحد. في رابطة أقل اللي لسه حبه وسط، نقول له بدك أكثر من هيك. تخيل الصورة مشان تستجر روحانية الشيخ وتصرف الصور هي كلها اللي حولك، تذكر الله بعدين. فهي هذا. وفي واحد لسه ما بيعرف شيء ولا بيعرف يحب، هذا ما بيستفيد شيء من الرابطة. يعني جيب واحد من الشارع له تعال غمض عيونك وتخيل صورة العارف بالله، لو بيتخيل صورة النبي ما هيتغير عليه شيء، لأنه ما في حب الأصل، يكون في حب. تمام، هي ناحية. ناحية ثانية، من يومين أو ثلاثة أيام ذكرنا المكتوب اللي عم يقول فيه الشيخ أنه هي الرابطة للمبتدئين والمتوسطين، أما المنتهي صار هو بيعملوا رابطة معه. صارت رابطة الناس به، يعني متى ما صار القلب صافي ونقي واتصل بالحضرة الإلهية اتصالا معنويا طبعا، فهذا ما عاد في داعي يعمل رابطة. الرابطة صارت عم يرجع لورا. تمام، هذا خلص انتهى. بيجيك واحد بلاك أخي أنا بدي بلش دغري، ما بدي، بدي أذكر الله دغري، بقول له الرابطة مو فرض بمعنى فرض، لكن ما بتنتفع لها حتى تعمل رابطة. طب جرب جرب. أنا بخلال مرحلتي الدعوية، عمري الدعوي قصير، أنا من 95 لهلأ كم سنة؟ 21 سنة، هذا عمري الدعوي. بهالعمر الدعوي القصير 20 سنة إجاني تقريبا شي 10-15 واحد هيك على أخي نحن ما بدنا رابطة، نذكر الله معك بدون رابطة. سكور، خذ راحتك، يذكر فترة ويمشي، ما تزبط معه، ما تزبط. وفي ناس بفضل الله عز وجل ما حتى علمناهم الذكر، بس حبوا حب صادق، سبحان الله ركض وركض، خلال فترة بسيطة تغيرت حياتهم وسلوكهم وكل شيء تغير، صاروا من الذاكرين. في منهم لحد الآن 20 سنة ساعتهم مستقيمين. الذكر ما علمتهم إياه، بس على الرابطة عايشين، بس ما في أكثر من هيك. فهذا يعني هذا أسلوب تربوي. نوع وين انتو جايين بقى تقولوا بيصير وما بيصير ومدري ايش وكذا؟ هذا اللي بيعترض على الرابطة في الحقيقة يا أحبابنا. أي إنسان بيعترض على الرابطة حقيقة يعني عمر عجيب، أمره عجيب. يعني عم يعترض انه هذا كاست المي بتروي ولا ما بتروي؟ والله أنا برأيي بتروي. لا ما بتروي، هي مختلف فيها، هي المسألة هي بديهية مختلف فيها انه الماء بيروي. الحب ما بيغير، ما بيبدل، هو اللي بيغير ويبدل. إن شاء الله الله يرزقنا الحب، يرزقنا الحب الصادق.